السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كل واحد مننا شاف فيديو مرعب على الإنترنت، ودي حاجة عادية لأن الإنسان بطبعه لازم يحصل معاه مواقف مرعبة وممكن تتصور عادي، لكن الغريب فعلا إنك تشوف فيديوهات ملهاش أي تفسير والكلام دوت من قبل اختراع الإنترنت أصلا أو في بدايته. وأنا في الفيديو ده أجيب لك مجموعة من الفيديوهات دي هتشوفها لأول مرة في حياتك. أنا أحمد سعد، والنهاردة هنتكلم عن 10 فيديوهات غريبة ملهاش تفسير. قبل ما ابدا عايز اشكر الناس اللي اشتركت في المسابقه، وان شاء الله اخر الشهر ده هعلن عن الفائز. اشترك دلوقتي في القناه واشترك قول انا واحد من المسابقه عشان تفوز بألف شده ببجي. يلا بينا نبدا. اول فيديو غرفة الطعام. فيديو غرفة الطعام مش غريب للدرجة ان في اغرب منه. الفيديو ده طلع في 2007 على بث مباشر في اليوتيوب. الفيديو ده قال عنه علماء ان في طلاسم خفية بتخلي البني ادم متلبس بالجن والعياذ بالله. انا هعرض الفيديو دلوقتي، لو خايف متفرجش عليه. نيتان سي Red. Now, how are you feeling? الفيديو الثاني المطاط جونيور. Okay, you feel well? الفيديو ده نزل على النت في 2005. كان مفروض إعلان لموسيقى معينة. مخرج الفيديو ده قبل ما يموت قال إن الفيديو ده مش إعلان ولا حاجة. الفيديو ده عبارة عن رسالة من الماسونية، واللي أجبروه على اللي يعمل كده الماسونية، وبعد ما اعترف موتوه على طول. يا عالم بقى الماسونية اللي موتته ولا حد تاني. يلا بينا نشوف الفيديو. Now, how are you feeling? You feeling okay? You feel well? With a glass of water. We're not really getting anywhere, are we, at the moment? Thank you.
انا اسف هقطع الفيديو ان الفيديو طويل جدا، هسيب لك رابط القناه ممكن تخش تتفرج عليه كله. الفيديو الثالث اشعر بالروعه. الفيديو ده من 1973. الفيديو ده غريب لدرجه كبيره، لغايه دلوقتي العلماء ما قدروش يفسروا هو عباره عن ايه. بيقول كلام مش مفهوم ومحدش عارف ده تمثال ولا بني ادم حقيقي. الفيديو اتعرض على قناه من القنوات القديمه اللي ملهاش اسم اصلا ولا ليها صله. يلا بينا نشوف الفيديو. الفيديو الرابع شبح حقيقي. الفيديو ده اول ما نزل على النت جاب مشاهدات كتير. في اربع شباب من اسبانيا قرروا يدخلوا غابه ما حدش بيدخلها خالص. لقوا ريش مرمي على الارض، قعدوا يتبعوا الريش ده حبه بحبه لغايه ما لقوا كائن غريب بيبص لهم. يلا بينا نتفرج على الفيديو. لو جوا طريقهم كده يديه في الفلفا ايه لا تقلي Es que tío, yo qué sé, tío, estaban en plumas, tío. ¿Vas o no? Son más tímidos, a ver si se me suben. Claro, desde hace rato se me suben. Que sí, cuidados, que sí, tía. لاحظت حاجة، اتفرج معاها على الحتة دي تاني. الفيديو الأخير أشباح في الغرفة. الفيديو ده نزل في 2007 على اليوتيوب. أنا نفسي مش مصدقه، حاسس إن هو متفبرك لان الفيديو فيه حاجات غريبه جدا ما يصدقهاش عقل طفل. قول لي رايك في التعليقات. يلا بينا نشوف الفيديو.
كده يكون خلص الفيديو. متنساش تقول لنا رايك في التعليقات. ولو عايز تشترك في المسابقة اللي عليك بس تشترك في القناة وتعمل لايك وتكتب انا واحد من المسابقة.